لبرامج القناتين الوطنيتين والحريق المهول بمعمل الأفرشة بلساسفة بمدينة الدار البيضاء للنواب المحترمين سعد الدين العثماني، بسيمة الحقاوي، مصطفى الرميد، نور الدين قربال، رشيد المدور، عبد العزيز عماري، عبد الكريم الهويشري، المقرئ الإدريسي أبو زيد، ومحمد بن عبد الصادق عن فريق العدالة والتنمية. لكم الكلمة سيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السادة الوزراء، السادة النواب المحترمون، سؤالنا في الحقيقة بغينا نعرفوا عيل قيمة المواطن المغربي عندكم السيد الوزير وعند هذه الحكومة المحترمة، في الوقت اللي المغاربة غليتوا عليهم الأسعار وحرقتوهم بغلاء الأسعار، في الوقت اللي المغاربة كيتحرقوا في لساسفة، كيتحرقوا في سيدي مومن، كتجي القناة الأولى والثانية كتسهرنا مع سهرة راقصة ماجنة ساقطة غير مسؤولة. سؤالنا، واش كاين شي تصرفات يمكن تقوموا بها باش ترجعوا هاد وتعالجوا هاد الاختلالات وهاد التصرفات من قبل القناتين؟ وشكرا السيد الرئيس. سيد الوزير. بسم الله والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لابد من القول اولا بان المغاربه اجمعين واعتقد بدون استثناء، وان كان هناك استثناء فلن يكون مغربيا، كلهم يتقاسمون نفس الاحزان ونفس المشاعر، ولا يمكن ان نتصور اطلاقا بان هناك مغربي في هذه البلاد من اقصاها الى اقصاها يمكن ان يكون له مقاربه اخرى بمن فيهم الساهرون والمسؤولون على الاذاعه والتلفزه الوطنيه، وهي هما مؤسستان قامتا بكل المجهود المهني المنتظر منهما، وبالتالي لابد لان يكون واضحا باننا ضميرنا مرتاح لان المؤسسه التلفزيه قامت بعملها وقامت بالتغطية وخصصت برامج متعددة وواكبت الحدث المؤلم من كل جوانبه، وكل ما في الأمر أن المغاربة عليهم أن يتعاملوا مع هذا الموضوع بالرصانة وبالعفة اللازمة بعيدا عن كل اعتبارات سياسية أو سياسوية. شكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة دكتور تقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، الكلام ليس على المغاربة، على الحكومة، ومن المفروض أن لا في هذه الحصة ولا الحصة السابقة يجينا الوزير الأول، لأن ما وقع فاجعة كل المغاربة وهي عظيمة وكبيرة جدا، خصوصا أن المسؤولية الحكومية متقاطعة فيما بينهم. ما يجيش الوزير الآن يقولنا المغاربة الميوعة ولا أي كلام اللي هو ليس له معنى، خصوصا على إثر الكلام على هذه النزيلة. الآن حنا أمام الناطق الرسمي ديال الحكومة، وكنعتبروا أن كل حاجة كتمر في التلفزيون هي توجه ديال الحكومة وموقف ديال الحكومة. في الوقت اللي كان خاصكم تعلنوا على حداد وطني في الإذاعة والتلفزة المغربية، كنلقاو أن القناة الأولى والثانية كيبتوا سهرة راقصة. الآن حنا بغينا نعرفوا، هل كنتم ترقصون على جثث المحروقين والأموات؟ كاين الرواية كتقول الراقصون على جراحنا، هادو الراقصون على جثتنا. فالسيد الوزير إلا سمحتي لي بغيت نقول لك بأن القناة الأولى والقناة الثانية كانت شاردة، كانت خارج التغطية، لم تقم بواجبها، بدليل أن الأخبار نفسها كتعلنوا على الخبر في بداية الأخبار وكتديروا داك الخبير ديال الأخبار كاملة، ومن بعد عاد كترجعوا التفاصيل. ما المفروض أن الخبر ديال النازلة اللي وقعت في لساسفة تكون الخبر الوحيد ديال الأخبار، وتديروا تجيبوا الخبراء وتديروا التغطية الكافية. إذا كان ضميركم هاني فهذه كارثة أخرى، هذه طامة أخرى، كان خاصكم تحسوا بالمسؤولية وتحسوا بأنكم ما قمتوش بالواجب، خصوصا أن القناة الأولى والثانية كتمول بأموال الشعب، فما يمكنش أنكم تاكلوا أموال الشعب وفي نفس الوقت انكم يعني ترقصون على جراحهم وتقولوا لهم احنا ضميرنا هاني. هذا هو الاستثناء المغربي، لان هاد الناس الا ما بقاش عندهم الثقه في الحكومه وما بقاش عندهم الثقه في الدوله بهذا الكلام وبهذه التصرفات وبهذه السلوكات، فاحنا كنحملوكم المسؤوليه الكامله على ما وقع في القناه الاولى والقناه الثانيه، وكنطالبوكم اننا الشعب المغربي ما يبقاش يؤدي للقناتين، خاصه
تعفى من ذلك الأداء، لأن هذه القناة لا تمثله لا الأولى ولا الثانية. ونبغي نقول لكم أيضا أنه خاص يتقدم واحد الاعتذار رسمي للشعب المغربي في هذه الفاجعة اللي وقعت وفيما قدمته القناة الأولى والثانية من سهرات. هذا الاعتذار هو الوحيد اللي ممكن أنه يبرد شوية على الشعب المغربي، بل كيخص يكون هناك استقالة كما تقدم بذلك العديد من النواب من قبل. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيدة النائبة المحترمة. سيد الوزير في إطار التعقيب. للأسف الشديد أن هناك من يرقص على مآسي الشعب، وأتأسف لكلام ربما لا يسمو إلى مساواة المسؤولية وإلى جسامة الوضع الذي نمر منه. الوضع الحالي في المغرب لا يستلزم ولا يتقبل المتاجرة بمآسي المواطنين. الوضع اليوم يتطلب، الوضع اليوم ليتسع صدركم، لأن لا أسحب شيئا. تهدم سيدة الرئيسة، لما تأذني لي بالاستئناف قل. أعتبر أن الوضع الحالي يستلزم من المغاربة التآزر والتضامن والتعاضد. سادة النواب المحترمون، سادة النواب المحترمون، المرجو الانضباط السيد، نسمعوا السيد الوزير ربما سيسحب كلام. هناك قذف شديد اللهجة يستحق المتابعة القضائية، تم النطق به في هذه القاعة. سيدة الرئيسة أنا أنتظر كلمة. الرجاء. قيل سيادة الرئيسة، قيل تأكلون أموال الشعب في هذه القاعة وهو مسجل. قيل بأننا كنا نرقص إعلاميا وسياسيا. قيل بأن الحكومة كانت ترقص. هذا عار، هذا أسلوب غير جدير بممثلي الأمة تماما. مجلس النواب وهذه الحكومة، الله يرضي عليك. سادة النواب محترمون، إهانة سمعناها في هذه القاعة، سمعنا الإهانة في هذه القاعة. من العار أن يقال الكلام الذي قيل في هذا المساء. الرجاء التشبث ب، لأن هناك متاجرة بمآسي الشعب، وهذا أسلوب غير لائق بنواب الأمة. إطار كلمة نظام سيد رئيس، نقطة نظام. الرجاء التشبث بمقتضيات نظام داخلي. سيد الرئيس المحترمة، فريق عدو التنمية مستاء جدا، لأننا إزاء مجلس وفريق ونواب أمة من حقهم أن يحاسبوا الحكومة، خصوصا في سياق تدبير سيء لموضوع اللي هو موضوع مأساوي. لأنه ما معنى أن تكون هناك يعني محرقة في النهار وأعلاف في الليل في الإذاعة في التلفزيون في القناة الأولى والقناة الثانية. إذن فريق العدالة والتنمية يتحمل المسؤولية وجاء يسائل الحكومة أن يكون كلام يمكن ما تقبلوش الحكومة، لك حقها، يمكن تعلق عليه بالتعليقات اللي هي تراها ملائمة، حقها، ولكن الاتهام بالمتاجرة هذا أمر لن نقبله ونطالب الاعتذار عنه. هذا أولا. ثانيا، أن يقول السيد الوزير بعد ذلك بأنه هذا الكلام اللي هو ثقيل لا يليق بالمجلس، اسمح لي، كلامكم أيضا لا يليق بوزير ولا يليق بحكومة.
ولذلك هنا فريق عدد التنمية نطالب بأن يعتذر السيد الوزير عما قال في فريق السادة النواب ممثل الأمة، لأن من حقهم يحاسبوه وماشي من حقه هو يحاسبهم. سيد رئيس فريق الحركي، إطار نقطة نظام، نقطة نظام للفريق الحركي. ما كناش كنتمناو يوصل الحوار لهذه الحالة هذه، يعني حالة ما كتمثل يعني ما كتحترم لا برلمان لا حكومة حقيقية هذه، باش نسمعوا من وزير يقول لك بأنه كلام ديالنا كيطلب منه متابعة قضائية فهذا تهديد. إذن هنا ما نبقاوش نهضروا، إلا كان هذا البرلمان يجي وزير ممثل الحكومة يطالب نقولوا اللي بغى، إلا ما قلناش اللي بغى نتحاكموا فهذا يسجلها ويتحمل المسؤولية ديالو ديالها. إلا كانت هذا البرلمان عنده حصانة وعنده كرامة كيمثل الشعب وكيهضر على مآسي الشعب، ما بقاش من حقه باش يهضر عليها، نعرفوها. وشكرا سيد الرئيس. سيد الوزير. رئيسة أنا سيادة الرئيسة حضرات السادة النواب، أنا مستعد لأقدم اعتذاري شريطة أن أتلقى اعتذارا على ما تم التفوه به في حق الحكومة التي نعتت على أنها كانت ترقص على جثث الضحايا وعلى أنها حكومة تأكل أموال الشعب. اعتذروا وسأعتذر، هذا موقفي سيادة الرئيسة ولن أتنازل عنه.